يحتفل معظم سكان القرى والمداشر بولاية زوزو بعيد الفطر بإحياء عادة التمشرط، وذلك لدورها الفعال في توحيد شمل القرية وتعزيز روح المحبة والأخوة والتعاون بين الأفراد. كما تعد هذه المناسبة والعادة القيمة فرصة لجمع الصدقات التي تخصص للفقراء والمساكين، وكذا لإنجاز بعض المشاريع التنموية داخل القرية. أقرأ صدف الوادة ويبغى ندي صدق الوادة قد يربي الوادة مقبول إن شاء الله. لابد كتير في الوزارة صدقور ذات درس أتشنو كيف كيف أسني سعدو كاكسوم ويش ونو سعو يلا ونو سعرا سكاس لا يهوى سيوية أسخص الستادات بطل. إذن هكذا يغتنم سكان القرى والمداشر في منطقة القبائل جميع الفرص والأعياد الدينية لجمع شمل القرية وترسيخ ثقافة التعاون والتآخي والمحبة في الجيل الصاعد. آمين.